بدأ الناخبون الأثيوبيون صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة. يشارك نحو 40 مليون ناخب من سكان البلاد في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات استكمال استعداداتها لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بسلاسة. للحديث بشكل أوسع معنا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد، أهلا وسهلا بك. في البداية، هناك عدة تحديات لهذه الانتخابات التي تم تأجيلها لعدة أسباب. لو نبدأ مثلا من إقليم تيغراي هنا الذي لن تعقد فيه الانتخابات وربما تؤجل، كيف سيؤثر هذا على بقية النتائج في أثيوبيا، عموم أثيوبيا برأيك؟ أهلا وسهلا بك أخي مشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني التأثير موجود، لكن أيضا يعني بالنظر للظروف الأمنية والأعمال يعني الاشتباكات الموجودة الدائرة في مناطق مختلفة في المنطقة، فبالتالي اللجنة الانتخابية رأت أنها لا تستطيع استيفاء المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات، فبالتالي تم تأجيل تقريبا إلى بعد شهرين قبل انعقاد الدورة الجديد للبرلمان الجديد. فبالتالي يعني ومثلها أيضا في إقليم الصومال الأثيوبي وفي إقليم الهرري وفي أيضا في بعض المحافظات في إقليم أوروبيا، هناك يعني في مناطق تقريبا ل 78 دائرة من أصل 400 يعني 547 دائرة يعني تم تأجيل الانتخابات فيها. فأعتقد بالمجمل العام يعني بالنسبة للمناطق التي يتم تأجيل الدوائر تأجيل فيها قليلة، ومع هذا يعني يتم تدارك الأمر سابقا بحسب يعني الترتيبات التي تعدها لجنة. أستاذ عبد الشكور، أريد أن أسألك لأن صوتك انقطع، لكن هنا نعم نسمعك الآن. ماذا بالنسبة لحظوظ رئيس الوزراء أبي أحمد الذي يعني يراهن على هذه الانتخابات لتجديد الولاية هنا، كيف ترى حظوظه حسب استطلاعات الرأي الآن؟ طبعا الحزب الذي يعني شارك في جميع الدوائر الانتخابية هو حزب الازدهار الذي تقدم لمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية ال 500 يعني او على الاقل يعني 480 دائرة، ومع بعض المستقلين المحسوبين على حزب الازدهار ايضا هناك العديد من امثال هؤلاء. فبالتالي اعتقد سيجد يعني هامش مريح للحصول على الغالبيه التي تمكنه من تشكيل يعني حكومه يعني تحت 5 سنوات. طيب اشكرك شكرا، اشكرك شكرا جزيلا ضيفي من اديس ابابا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد، وأعتذر عن تقطع الصوت من فترة لأخرى. نعود إلى أديس أبابا مجددا، لكن هذه المرة ينضم إلينا مراسلنا من هناك جابر منصور للحديث أكثر عن سير العملية الانتخابية هنا. كنت أتحدث مع الضيف عن تأجيل الانتخابات في مئات أو عشرات الدوائر هنا، وبالتالي في أثيوبيا في أديس أبابا العاصمة كيف تسير عملية الاقتراع؟ نعم، باليوم الفعل الساعة 6 صباحا بدأت أبواب الاقتراع في هنا في أديس أبابا،
والتي بها 23 دائرة محتدمة في الأحزاب الكبيرة هنا، حزب الازدهار، حزب بلدارس، وكذلك حزب إنات، والعديد من الأحزاب هنا توافدت ربما جموعها للإدلاء بأصواتها. زرنا أكثر من موقع منذ فترة الصباح، لكن كما تشاهدون بأن أعداد المقبلين على الانتخابات ربما أعداد كبيرة قد لا تتناسب أحيانا مع حجم الاستقبال الذي يكون داخل مراكز الاقتراع. دخلنا إلى ووجدنا بالداخل الأعداد ربما التي تجري على العملية الانتخابية، ربما الأماكن ضيقة بعد الشيء، لكن الإقبال كبير بصورة لم تتوقع حتى كذلك اللجان المختصة في هذا المجال. منذ السادسة صباحا الأعداد كبيرة جدا لدرجة لا يمكن تصورها، خاصة وأن الأثيوبيين يقومون باكرين إلى اتجاه أعمالهم، واليوم صادف أن يكون هناك عطلة ولذلك توافدوا بشكل كبير جدا. هناك ثمت احترازات تم اتخاذها بما يلي جائحة كورونا، حيث هناك يعني من الأعداد من المرشدين ويتم التعقيم للأيدي قبل الدخول لصناديق الاقتراع. لكن ما تمت مشاهدته أيضا، الكثيرين يشيرون أن هذه الانتخابات تسير في يومها هذا بشكل جيد وقد لا تنتهي ربما خلال الساعات المحددة. نسبة الإقبال كبيرة لكن الإجراءات ربما بطيئة بعد الشيء. شكرا جزيلا لمراسلنا من أديس أبابا جابر منصور.